الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الثانين 22 آب، أسبوع مقامات بيت الرأس من بعقلين بعروض ثقافية وفنية مختلفة، محطة سينمائية مع فيلم نوكتر إن بلاك وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن حبيب خوري رئيس لجنة النشاطات ببلدية بكاسين لنحكي معه عن مهرجانات بكاسين بعيدها 55، وأيضا الفنانة التشكيلية منى جبور لنحكي معه عن المعرض يلي رح ينطلق ب 26 آب. أما البداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا الأستاذ فيصل البنا. صباح الخير. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله على النعمة. تفضل. بالنسبة للطقس بهاليومين بقي عنا طقس صيفي، الطقس اليوم الاثنين والثلاثة بيكون شوية غيوم مع انخفاض درجات الحرارة بمنطقة الداخل والجبال، في احتمال تكون بعض الضباب على المرتفعات. نعم. واحتمال شوية أمطار خفيفة أو رذاذ إذا ما نسميها بمناطق الجبال والداخل فترة. نعم. بعد الظهر اليوم الاثنين. بالنسبة للثلاثة شوية غيوم، ما في تعديل على الحرارة، بيكون في شوية ضباب على المرتفعات. الأربعة شوية غيوم ودرجة الحرارة باقية مثل ما هي على السواحل، إنما بترتفع بشكل كتير صغير بالمناطق الداخلية والجبال. نعم، درجات الحرارة قد ايه عم بتكون؟ عم بتكون بين 24 ل 32 درجة. يعني كتير منيح بالنسبة لهالوقت الصيفي، هذا الطقس الصيفي المعتاد اللي معودين عليه. نعم، الرطوبة قد ايه؟ بالنسبة للرطوبة بين 60 ل 90%. عم بتكون شوي مرتفع رطوبة، من هيك منحس بالشوب أكتر. أيوة. نعم. ومن هيك كمان بيكون في شوي ضباب على المرتفعات. نعم. أكل حال، نحن بكرة بنرجع بنحكيكم باتصال جديد. بنشكرك على كل هالمعلومات. يا ميت، أهلا وسهلا. صباح الخير جوال. مرحبا جوال، منحييكي منحيي المشاهدين اللي عم بيتابعونا، وجولة على أبرز عناوين الصحف لليوم الاثنين بداية الأسبوع. إذن اليوم الاثنين 22 آب، ومنبدأ مثل العادة مع عناوين النهار. وبعيدا عن العناوين السياسية رح نبدأ بالنهار بالصورة الرئيسية لعدد من الشباب والشابات ببيكنيك غنائي وترفيهي صار مبارح بميدان سبق الخيل، وكنا سبق واستضفنا المنظمة لهالبيكنيك. بيكنيك بعنوان سيتي بيكنيك جمع عدد كتير كبير من الأشخاص بميدان سبق الخيل، وبدأ من الساعة 11 قبل الظهر، استمر لغاية الساعة 11 بالليل. أما في العناوين السياسية، مقاطعة عونية أولية لمجلس الوزراء، ماذا بعد هجوم المشنوق على السرايا، بري مطمئن إلى الحكومة ويتمسك بالسلة مهما حصل، لا طرح لتعيينات عسكرية في مجلس الوزراء الخميس. وضمن أسرار الآلهة، تسوية وضع موظف كبير غير مدني أحيل على التقاعد تطرح للبحث مع مرشحين للرئاسة. يرى رئيس حزب المسيحي أن الاتفاق على قانون جديد للانتخاب بات لا يقل أهمية عن انتخاب رئيس للجمهورية تجنبا للوقوع في خطر فراغ شامل. أخذت أصوات ترتفع داخل حزب يقاطع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مطالبة بحضورها. تتوقع أوساط دبلوماسية حصول اتفاق على حل شامل في المنطقة تحت ضغط تدفق اللاجئين إلى دول عربية وأجنبية واقتراب شبح المجاعة. وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم نيلة تويني ومقالة بتسأل اليوم بعنوانها وأي جدوى لحواراتكم. من النهار إلى عناوين السفير، اختبار الحسكة هدنة روسية أم دم الانفصال، مساعد حقان فيدان في دمشق، التقاء حول الهواجس الكردية، الخارجية ترد والسفير تضحض بالوقائع، مناقصة الميكانيك، الأولوية مالية والأدوات قانونية، تاريخ فلسطين الأثري من يحميه ومن يسرقه، الحراك في عيده الأول النظام أقوى من رموزه، وبعنوان أخير عرس للموت في غازي عنتاب، اتهام سريع لداعش والمنفذ طفل. من السفير إلى عناوين الحياة، داعش ينتقم لمنبج بمجزرة العرس الكردي في تركيا، 51 قتيلا بتفجير نفذه صبي انتحاري، الرياض تندد وواشنطن تدين الهمجية، محمد بن نايف يعتمد خطة الطوارئ في الحج، معارك دارية والسعودية تؤكد نشر باتريوت على الحدود مع اليمن، الجيش يخترق حصار تعز والحوثيون يلوحون بإعلان حكومة،
تجديد التهدئة مع تقدم الأكراد في الحسكة والتنظيم ينحسر في حلب. فصائل سورية تستعد لإبعاد داعش عن الحدود التركية. تضرب بضعة أهداف في آن وتساؤلات عن دعم روسي في إنتاجها. إيران تصنع نسخة من صواريخ S-300. بالأخبار الرياضية في صحيفة الحياة، ريو 2016 الرقمية الأولى اختتمت فجرا، وأخيرا لقب برازيلي أغلى من الذهب. وبختم بقلم غسان شربل اللي بيسأل بعنوان مقالته: الأكراد أخطر من داعش؟ منتابع مع عناوين المستقبل: العراق جيش المؤمل، ميليشيا إيرانية جديدة لدعم الأسد. جمهور النخبة هو عنوان الصورة يلي نشرتها المستقبل بصفحتها الرئيسية. وأيضا في العناوين: استهدف عرسا وأردوغان رجح مسؤوليات داعش. تركيا: فتى انتحاري يقتل 51 شخصا. اعتذارات دونالد ترامب: إعادة انتشار متأخرة بعض الشيء. العاهل المغربي: رغبة صادقة في التقارب مع الجزائر. الذكرى الثالثة لجريمة بشار الكيماوي. وبعنوان أخير: نيمار يقود البرازيل إلى ذهبية تاريخية. من المستقبل إلى عناوين الأنوار: المؤسسة العسكرية تؤكد رفضها المهاترات السياسية، ومعارضو التمديد مستمرون بتهديداتهم. تحرك حاملة طائرات إيطالية قبالة الشواطئ اللبنانية. داعشي عمره 14 سنة هاجم حفل الزفاف بتركيا. المعارضة السورية تستعد لهجوم على داعش من تركيا. وبقلم المحلل السياسي: حسن الجوار وخريف العتمة. 8 دول عربية فازت بميداليات أولمبية. الجيش تفكيك عبوة معدة للتفجير في عرسال. بغداد تعلن إعدام 36 شخصا ارتكبوا مجزرة قبل عامين. غارة إسرائيلية على غزة. وبختم مع الأخبار الاقتصادية: مستثمرون ومصطفون عرب يحولون وجهتهم إلى البوسنة. جولتنا منتابعه من بعد الأنوار مع عناوين صحيفة اللواء: إرباك عوني لا استقالة ودراسة جدوى الاعتكاف. رئاسة الجامعة وتطويع ضباط ورتباء على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس. تركيا ترعى هجوما للمعارضة على جرابلس لقطع الطريق على سوريا الديمقراطية. هدنة روسية في الحسكة تلجم التوسع الكردي على حساب النظام. حماس تخلي مقر أمنية تحسبا والقسام تتوعد. تصعيد إسرائيلي في غزة بعد صاروخ على سيدي روت. ترامب يتراجع مجددا ويدعو لاعتماد سياسة عادلة وإنسانية تجاه المهاجرين. وداعا ريو ومرحبا طوكيو، ذهبية السلة للأمريكيين وكرة القدم للبرازيل. وبعنوان أخير: أبو رمية للواء رئيس جمهورية لبنان بتوافق سني شيعي. من اللواء جولتنا منتابعه مع عناوين صحيفة البلد. وبعنوان الرئيسي: رسالة مفخخة إلى بلدية عرسال وتلويح عوني بالتصعيد. في اليوم العالمي للتصوير، ماذا عن المصور اللبناني؟ ديوان المحاسبة يطالب التريث بتنفيذ فضيحة الميكانيك. وبختم مع صورة رئيسية لحملة عنوان: ثمن جديد. من بعد البلد منتابع جولتنا مع الصحف باللغات الأجنبية وبترجم العناوين: The Daily Star اليوم بالعنوان: الرئيس التيار الوطني الحر يهدد بالاستقالة في حال التمديد. بعد ريو دروس للألعاب الأولمبية الرسمية. وبعنوان أخير: إسرائيل تجدد ضرباتها على غزة وتوقع جريحين. من الديلي ستار إلى لوريان لوجور، وفي عناوينه: تهديدات بالقتل بعد 15 سنة الشعار نفسه. إذا انضموا لداعش لكي يلقوا مصير الموت وهم يعلمون ذلك. إذا نجح النظام بالسيطرة على داريا ستقع المجزرة. وبعنوان أخير: عندما تحول ماري مينيه مجوهراتها إلى أثاث ومنحوتات. منتابع مع عناوين صحيفة الشرق: أردوغان منفذ الهجوم الانتحاري ابن 12 سنة. بر يستبق الحوار وال44 بكلام تحذيري. جنبلاط يعلق على التهديدات: نتكل على الله والقدر. إبراهيم: الأعاصير عاجزة عن إسقاط لبنان. حبيئة: دول تزدهر ودول تسقط. الرسائل القوية في خطاب العاهل المغربي. وبقلم معون الكعك ضمن رأي الشرق: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وبعناوين أخيرة بالصورة الرئيسية: كأس النخبة للنجمة من جمهور حاشد بالمدينة الرياضية بالماتش اللي صار امبارح.
من الشرق إلى الشرق الأوسط، اليمن على طاولة نقاش خليجية أمريكية بريطانية في جدة، دبلوماسي روسي للشرق الأوسط، لا علاقة لسفننا في خليج عدن بالأحداث. مدفوعة بتفاهماتها مع موسكو وطهران، أنقرة تعيد طرح المنطقة الآمنة في سوريا، الحر يسابق الأكراد إلى جرابلس انطلاقا من تركيا. تحقيقات تكشف عن تخطيط التنظيم لاحتلالها، غازي عنتاب قاعدة داعش في تركيا. الشرق الأوسط تكشف أسماء كبار ضباط فيلق القدس، فيها 6 معسكرات إيرانية جنوب كركوك وأخرى في الطريق. متحدثة باسم وزارة الخارجية، نسعى لاستقدام الألمع فقط، مع تشديد إجراءات الهجرة جامعات بريطانيا تخشى خسارة الطلاب الأجانب. ومن الشرق الأوسط منتابع مع عناوين صحيفة الجمهورية، ومعها بنكون عم نختم جولتنا على العناوين السياسية بعنوان الرئيس اليوم: السجال لا يعطل الحوار الثنائي، قواعد إقليمية جديدة وقصر نظر للمسيحيين عندما يحكم سلطان الفقر وسيف التفجير طرابلس، إيران تكشف منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة، البرازيل تتنفس الصعداء، وأمريكا تواصل هيمنتها. بالأخبار الرياضية وبختم مع الصورة الرئيسية: حفل زفاف يتحول حمام دم. معها صورة ممكن وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول ونرجع من بعده منتابع أخبار صباح، خليكن معنا. بجولة على أبرز المواعيد الثقافية والفنية، وللسنة الثانية عم بتنظم بلدية الباروك شوف لبنان بالباروك، مهرجان ممتد على مدى 3 أيام. الافتتاح رح يكون ب 26 شهر مع معرض المونة اللبنانية التقليدية وأمسية موسيقية مع الفنان توني كيوان. باليوم الثاني ب 27 شهر عرض موسيقي مع الدربكة بشوارع الباروك، وأيضا عرض فني مع ألين لحود وكارلوس عزار بغنوا كبار من لبنان. بدعوة من جمعية أصدقاء الكاتب والكتاب، حفل تكريم لرموز من الأعلام والثقافة والفكر بلبنان، ومن أبرز المكرمين النقيب محمد البعلبكي، الشاعر طلال حيدر، الإعلامي جورج إرداحي، الإعلامي زافان كويومجيان، والروائي أحمد علي الزين وسارة عبد الله. الموعد يوم الخميس بأول أيلول الساعة 6 المساء بقاعة الاحتفالات الكبرى باليونسكو. أيضا ومهرجان سينمائي عم تشهده المناطق اللبنانية من خلال سينما بالدور، هالحدث يلي بيسمح بعروض للأفلام مجانا من الشمال إلى جنوب لبنان. اهدن كفر دبيان، عشقوت، ظهور الشوار، ومن أبرز المواعيد بكفر رمان ب 28 شهر عرض لفيلم بل سيباستيان، وب 30 الشهر بالخنشارة مع فيلم كتير كبير يلي هلا عم نشوف بعض المشاهد منه. الجماعه وصوني انه خبرك انه البضاعه لازم بكره تكون بسوريا. انا حكيت مع ابو علي. مثل كل يوم أربعة بتقدم الفنانة عزيزة أمسية فنية بالبلونوت كافيه بالحمرة، والأمسية بتبدأ بتمام الساعة 10 المساء.
للسنة الأولى بتطلق مدينة صيدا مهرجانا لهالعام على أنه يصير محطة سنوية. بأربعة أيلول الافتتاح مع يوم سياحي بامتياز مع زيارة للمعالم الأثرية والسياحية للمدينة، ب 16 أيلول موعد مع الفنانة نانسي عجرم، وب 17 الشهر أمسية موسيقية مع جيما نوكيا ومنسمع من نانسي. إذن الموعد مع نانسي عجرم ب 16 أيلول، وأيضا موعد ثاني ب 17 أيلول مع جيما نوكيا وبنسمع منه. هيدا إذن كانت جولة سريعة على أبرز المواعيد الثقافية والفنية يلي رح نكون على موعد معها بمختلف المناطق. نرجع لعندك جوال لحتى نشوف حركة السير لليوم. المؤهل الأول أحمد شعبان معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ومعه بنعرف كيف حال طرقات اليوم التنين. مرحبا. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. عجقة اليوم؟ ما كتير لحد هلا. ما كتير في عنا مداخل العاصمة مثل العادي، أكيد عم بيشهدوا حركة كثيفة. المدخل الشمالي الحركة كثيفة من جوني باتجاه بيروت، ضغط السير عم يبلش عنا من الضية. نعم. وصولا لنهر الموت. اوكي. في عنا حركة كثيفة بوليفار سن الفيل، ضغط السير عم يكون عنا صالومي حايك جسر واطي. في عنا ضغط سير على إشارة الدكويني النافعة بسبب أشغال بالمحلة. اوكي. بالنسبة للمدخل الجنوبي كذلك عم يشهد حركة ناشطة من النعمة وصولا لخلدي، بتحول لكثيف باتجاه الأنفاق طريق المطار. نعم. الحركة ناشطة إلى كثيفة على الأوزاعي. مدينة رياضية باتجاه الكولا بعد الحركة طبيعية. كذلك على كورنيش المزرعة حركة ناشطة. في عنا حركة ناشطة على محور الحدث كفرشيما سان تيريز دون توقف. أوكي. مشاكل إجمالا على الطرقات معنا الحمد لله. وبخصوص الحوادث؟ بالنسبة للحوادث تسجل عنا 13 حادث سير. للأسف كان في عنا قتيلين و14 جريح، بنتمنى لهم الشفاء. طبعا. وبالنسبة للرادار رادار. 888 محضر رادار سرعة زائدة تنظم خلال الـ 24 ساعة. 24 ساعة. 627 نهارا و261 ليلا. نعم. بنطلب من المواطنين مثل العادة أكيد القيادة بتروي وعدم تجاوز السرعات المحددة على الطرقات، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. يعطيك العافية. الله يعافيك. نحن بنشكر مداخلتك وبنتمنى لك بداية أسبوع حلوة. بريك جديد نرجع من بعده لأخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير. منطلع عليكم بأسبوع جديد والاستحقاقات هي ما تغيرت. واحدة الخلافات بتاخد أشكال وأنماط مختلفة، وإذا كان التمديد لقائد الجيش هو العنوان الأدسم، فحكاية بريق الذات الرئاسية وقانون الانتخاب والاتصالات والمكبات بعدها بصندوق الفرجة. وعند كل مفترق طريق كل فريق بيحمل عدة المعركة، تراشق إعلامي، تشنج حكومي، والحرب الباردة بالساحة السياسية مكملة على إيقاع الحرب الإقليمية من حلب إلى العراق واليمن. وبكل هالعجقة بيبقى أنه نتمنى لكل المشاهدين أسبوع حامل معه كمشة فرج من حيالله مطرح. محطتنا الأولى بعيدة عن السياسة وتعقيداتها، نطلع إلى الشوف وتحديدا إلى بعقلين مع مهرجان ثقافي منوع، وهو أسبوع مقامات بيت الرقص بالشوف. مهرجان بيجمع بين المسرح، الرقص والموسيقى، وهالمبادرة يلي أطلقها الفنان عمر راجح تهدف لخلق مساحة من التبادل الثقافي بين العاصمة والجبل. تفاصيل أكثر من تبعها بهالتقرير مع الزميلة باميلا نبهان. صح 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 صح
بنفس الطريقة اللي عم بتعم فيها الاحتفالات والمهرجانات جميع المناطق اللبنانية من شمال لجنوب، بنفس الطريقة عم تشهد منطقة الشوف أجمل التظاهرات الفنية والثقافية طلاء من مهرجانات بيت الدين، وصولا لأسبوع مقامات بيت الرقص بالشوف، حيث انطلقت أهم العروض الراقصة المسرحيات والموسيقى، وذلك بمبادرة من عمر راجح لنقل من بيروت إلى الشوف وتحديدا إلى بعقلين والمكتبة الوطنية عروض ثقافية مختلفة. حسينا انه من سنه وقت اسسنا مقامات بيت الرقص بعقلين وبدير القمر كان لازم يعني بدنا يتوسع هيدا الشيء، حسينا انه الناس بالمنطقه بتشوف بهيدي المنطقه كمان مهتمين كثير انه يشوفوا عروض رقص ومسرح وموسيقى. هو الثقافه عنوان مميز لمنطقه الشوف، وخصوصا بعقلين مشهوره بالادباء والشعراء والمثقفين. مقامات أضافت كتير أشياء روعة للمنطقة عنا هون، وعمر راجح يعني بغنى عن التعريف. ضجة المنطقة ولبنان، مش بس المنطقة، بالظاهرة الثقافية إن كان على صعيد المسرح أو المعارض الرسومات. حلو للصراحة أنه بعلين مدينة ثقافي، فحلو أنه عم نعمل مشاريع. ما تضحكوا بليز، انه حلو انه نعمل مشاريع ثقافيه. انه مبسوطين انه قبل كنا نجي وما نلاقي شيء بعقلين نعمله، فهلا جايين وعم نشوف اصحابنا شو عم يعملوا. لانه انا كنت مشاركه مع عمر بهيب هوب وبعدني مشاركه، فبحب الرقص وهيك. There are lots of things happening it's nice. جاي للطالع ولجاي للاكبر وكله اكيد كلها ممتازه، بتشجع الناس بتثقفهم، كله كثير منيح. بأسبوع مقامات بيت الرقص اللي امتد خلال 3 أيام من بعقلين لبيتر لدير القمر، افتتحت العروض بأول نهار مع مسرحية لينا أبيض بس أنا بحبك، حيث سلطت الأضواء لينا على قصص حقيقية عن نساء معنفات من أزواجهم، نساء خبروا واقعهم المرير ويومياتهم. كنت حاسة حالي قاعدة بحبس مسكر ما في هواء، وكان أحلى شيء عندي أنه أفتح الشباك ونقص. إيه عم بحكي جد؟ قلت رحت عند البسيكولوج قالت لي ما تخافي، انت ما بدك تنتحي، انت بس بدك تخلصي من هلا انت فيه. هول قصص حقيقيات، نحن عملنا لقاءات مع الأسف مع نسوان معنفات وخبرونا قصصهم، بقى كل مرة عندها صدى كتير قوي مع الجمهور، وهي أول مرة بشوف، وهي أول مرة برات بيروت، بقى بالنسبة لنا هيدي شغلة كتير مهمة. أنا المرة اللي بلعب دورة أستاذة جامعة وبتحكي عن كيف جوزها عنفها وضلت معه 25 سنة. أنا واحدة من هودي القصص يلي عاشت مع جوزها وولادها فترة كتير طويلة وصعبة، وهي المرة اجت حضرتنا بأحد العروض وقدرت شوي تطلع من اللي هي فيه من وراء اللي حضرته. ولازم الصغار أكثر شيء بين ال 18 وال 20 يعرفوا شو ناطرهم، ويعرفوا إنه كيف إذا من أول كف أما من أول حكي مش مزبوط بنقول لهم ثانك يو فيري ماتش ويمشوا. خوفين من صوت عم صرخ علي. بنتي كنت تنام مع ربي وانا ضليتني معه مشان اولادي مشان ما يصير فيهم هيك. كل حياتي بيقولوا لي سيري 18 اعملي اللي بدك اياه، انت بس جيبي الشارع وبتشوفي. صار عمري 20 بعد ما طلع سطر المي وعم نزل سطر المي وقاعده على البلكون مع بني وامي عم بشتغل الصوف على البلكون بالعتمه. من المسرح انطلقنا إلى الرقص التعبيري مع عرض رقص معاصر لمجموعة محترف تكوين بختام مشروع اللي امتد خلال شهرين، وليكون ختام الأمسية مع حفلة موسيقية للعازف والمغني زياد سحاب اللي قدم مجموعة كبيرة من مختلف أعماله القديمة والجديدة. وكل حدا عنده باك جراوند تختلف عن الثاني، يعني في ناس باليه، في ناس كونتمبري اكثر،
فحاولنا أن نمزج مع بعض شيء ونطلع بالآخر بعرض صغير نبين شو اللي اشتغلنا عليه خلال هدول الشهرين. الحفلات بيكونوا مختلفين بالنسبة لإلي، هيك روحيتهم مختلفة. المكان كتير حلو، المكان تاريخيا هذا المكان كان حبس، تحول لمكتبة وتحول لمكان عم بينعرض فيه رقص ومسرح. هون في عنا ثقافة، في عنا فكر، في عنا إبداع، في عنا هواجس مشتركة بالثقافة. إن شاء الله هالمنطقة تضل عامرة بالنشاطات، واللي ما بيعرفها يشرف يزورنا. شيء كتير مهم للبلد، للحضارة، للحريات، للثقافة، كتير شيء مهم هيدا، وبرافو عليهم. قبل ما نتوقف مع بريك منشوف كلمة اليوم، كلمة جديدة وشخص جديد، ومنرجع من بعد البريك منتابع حلقتنا. لا حبيبي، أنا ديليفري، جبت 4 أولاد بحياتي، مش مفوتي شقفت بسكوتي هالقد عبيتي، ما بحب أنا شيء خالص ما بفوته على البيت، مش مطعمية ولادي بحياتي شيء خالص. هلأ هني زمان السرعة، بس شوفي المصايب بالمستشفيات والتعتير، لأنه اليوم ما توخزيني يا بنتي، يوم تيجي الساعة 3 من شغلة، من الساعة 3 للساعة 7 عشية كم طبخة بتعمي؟ بتروح بتطلب ديليفري، ديليفري إذا بتعرفي مين عم يشتغل فيه، لأنه أنا اشتغلت هالشغلة مع جوزي. طب حياتك بطلت تاكلي، ما بقى في ناس نظيفة تشتغل، قليل، سوري يعني مش كل الناس، أنا أخوت خنقت أنا وياهم، مطعم مرتب وأوتيل، خنقت أنا وياهم، أنا بشتغل إذا شي زفرز كتير بلبس كفوف. بلبس كفوف وانا ما بخلي حدا يفوت معي على المطبخ، صدقيني طنط، مش انه عم ساير ولا عم بتفلسف، لا ما بريد. زفرة الكبيات الازاز انا بحط لهم طبقه ونص خل ابيض لاجليهم، لانه الازاز بيزنخ، واصلا انا ما بخلي كتير يشتغل معي لانه قلت لك بكركبني وبمسح بتيابه من إذا إيدي مش بيجين، أنا بس فوت من الباب حط المريول أصلاً بالبيت، حط المريول، المريول له منشفة، إذا إيدي مي أو شيء بنشف بالمنشفة، الرجال هيك بيعمل بتيابه أبداً يعني بجرب إنه ما خليه يشتغل، ديليفري لا، أنا يمكن أولادي أولادهم بيطلبوا ببيتهم، بس أنا عندي لا، صدقيني أنا هيك مرة دغري بعجن أيام بالبيت، عندي فرن على الكهرباء بعمل منقيش بالبيت، أيام بضطر جيب منقيش خالصة، ببعت مثلا أنا الزعتر والزيت وبجيبهم، بس أنا من أساسي ما بحب أكل الخالص، حتى لأولادي، هالجيل اليوم نص معيشاتهم، اللي كان الرجال ولا المرأة بتبق قلبها هي وتشتغل، كله على الدليفري، كلمة اليوم ما بحب الدليفري.
المشاهد اللي كنا عم نشوفها هي من أمسيات ومن النشاطات اللي بتشهدها بلدة بكاسين كل سنة، والسنة عم تحتفلوا بالعيد 55 للمهرجان السنوي اللي بتقوموا فيه. ولنحكي أكثر عن هالموضوع حضرتك معنا حبيب خوري، رئيس لجنة النشاطات ببلدية بكاسين. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وميرسي لاستضافتكم. وأهلا وسهلا بالجنوب كله، ما هيك جوال؟ إيه طبعا أهلا وسهلا بكل الجنوب. مستضعفة اليوم. لا لا ليش شو جاتي تعملي؟ اوكي، نحن اليوم رح نحكي عن الاحتفالات يلي عم بتنظموها بالعيد ال55. الافتتاح رح يكون مع وائل كفوري. بس قبل ما نحكي اكثر عن البرنامج المقرر، شو اهميه هالمهرجان للجنوب، وخصوصا انه 55 سنه على التوالي، يعني ولا سنه وقفته بالرغم من كل الظروف يلي عم قطعنا فيها؟ جوال، نحن مرقنا بظروف كثير صعبه بالجنوب، ونحن اذا بدك نحن الضيعه المحازيه لجبل لبنان. يعني نحن بعيد عن ضيعتنا من بيروت عبكسين 60 كيلومتر. نحن نوقع بين سفح جبل ميشا وسفح جبل نيحة. بكسين ما وقفت من سنة 1961، بلشوا شباب وشابات بكسين بإقامة مهرجان بأيلول، لأنه عيد مرتق لمساق ب 24 أيلول، وبلش هالمهرجان يكبر كل سنة عن سنة. يعني من سنة 1961 في كنيسة مرتقلة، في كاتدرال مرتقلة، نعم. هي مصنفة ثاني كاتدرال بلبنان. بلشوا الشباب مثل ما قلنا شباب وشابات بكسين بإقامة الاحتفالات ب 24 أيلول، وبلشت تتطور سنة بعد سنة. ثاني أكبر كاتدرال، يعني ثاني أكبر كاتدرال بلبنان من بعد شو؟ من بعد البولسية بحريصة. اوكي اوكي. كل سنه قررتوا انه ما توقفوا المهرجان حتى بوقت الاحتلال الاسرائيلي. بوقت الاحتلال الاسرائيلي كان همنا انه الاهل الموجودين بالجنوب وخاصه بقضاء جزين وبكسين انه نعطيهم فسحه امل. ما وقفنا فرح. الاحتفالات ولا سنه توقفت الاحتفالات من 1961 ل 2016 اكيد ما كانت بالطبع الموجود اليوم، بس كان يكون في جمهور. كان يعني يكون في جمهور، وكنا اذا بدك الاحتفالات هي امل للعالم اللي عايشين فوق. هلا من الامور الجديده اللي انضافت هو انه وائل كفوري لاول مره من خلال مهرجان يكون بيزور الجنوب بيعمل احتفالات فوق، مزبوط هيك قلت لنا تحت الهواء. وائل كفوري، الفنان وائل كفوري، يعني اول ما اجتمعنا فيه كنا عتلانين هم انه ما يوافق يفتتح المدرج اللي ركب خصيصا السنة باحتفالات مرتقلة. أول سنة من ركب مدرج بساعة حوالي 1751 شخص، وكان في عنا نحن عملنا فوتينج على الفيسبوك لشباب وشابات بكيسين لنشوف مين بده يستضيفه بافتتاح المدرج. هن اختاروا وكان أخذ وائل كفوري حوالي 65% من التصويت على الفيسبوك من شباب وشابات بكيسين. فاتصلنا فيه للفنان وائل كفوري وعرضنا عليه الصور والمشاهد اللي كانت عم تمرق على الشاشة، من وين المشاهد المشهودة؟ على شاشة الفيوتشر. فوافق انه يكون معنا بأول سنة، ولهيك بنوجه له شكر وتحية لفريق العمل يلي ساعدنا كثير لنوصل ل 3 أيلول يكون المهرجان والافتتاح ناجح. سولد أوت؟ سولد أوت نحن قبل 10 أيام من هلا، يعني نحن صرنا بعد في عنا 15 يوم كنا سولد أوت قبل 10 أيام. مع أنه عم بيكون متواجد بكل المهرجانات. نعم 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 تقريبا. خلينا نسمع شوي من وائل كفوري بنرجع بنكفي حديثنا. الافتتاح مع وائل كفوري بثلاثة أيلول. دائما المهرجان بأيلول رغم أنه
يمكن كثافة المهرجانات بتصير بين تموز وآب، بضل في جمهور يطلع على المنطقة يعني بهذا الوقت؟ إذا بدك نهاية الصيف ونهاية المهرجانات هي مرتق لبكيسين، كيسين فيستيفال، يعني سبتمبر تو ريمبر هو عطول الطابع الآخذ أنه أيلول هو كيسين، يعني كل صناع رغم أنه هلأ في كتير مهرجانات رجعت جددت صيفيتها مثل ما بيقولوا، يعني عم تعمل مهرجاناتها بأيلول. الفستيفال تبع بكيسين هو بوتيك فستيفال، يعني إذا بدك هو نموذج معين وله بصمة خاصة، هو مهرجان لا منافس له إذا بدك تقولي، لأنه معمول خصيصاً لبكيسين بشهر لبكيسين، يعني نعمل فستيفال مركب خصيصاً لبلدة بكيسين. عم نشوف صور كمان لنشاطات خاصة بالأطفال هلا بنرجع نحكي عنها. نعم. ذكرت حضرتك انه المدرج ركب هيدا اول سنه. نعم. بيركب. نعم. وكيف يعني وين كان يصير فيستيفال قبل؟ الفيستيفال كان يصير مطرح ما راح يركب المدرج هلا، بس الساحه بكيسين ب 24 ايلول، يعني جمعه العيد 23 24 25 ايلول السنه راح يكون بال 2016 هو الاحتفال الاساسي تبع بكيسين. الساحات ما بتستوعب العالم والمدرج، يعني نحن أقمنا الحفلة تبع وائل كفوري لنقدر نستعمل المدرج نركبه ونفكه قبل المهرجان الأساسي. يعني هلأ المدرج بلش من اليوم التحضير له تركيبه بالساحة الأساسية، بعد ما يخلص وائل كفوري بعشرة شهر منكون شايلين المدرج وعم تتحضر الساحات. خلينا ما نضيع العالم. نعم. وائل سهرته بثلاثة أيلول افتتاح. هلا شو بتعملوا من بعدها؟ قد بياخد وقت لتفكوا المدرج؟ نعم. ما بعرف، بس انتم من. نعم. بعد ثلاثة أيلول. نعم. رح تستكملوا النشاطات ب 24؟ رح نستكمل النشاطات. يعني بتتوقف النشاطات؟ ما بتتوقف النشاطات، كل ويك اند من 3 ايلول ل 24 ايلول كل ويك اند في شيء. في نشاطات للاطفال، في العاب رياضيه، في دورات رياضيه، ونختم المهرجان باحتفالات الاساسيه تبع 23 24 اوكي. شو رح يكونوا؟ يلي هي ب 23 ايلول في عبير نعمه مبدئيا رح نمضي نحن وياها الكونترا بريسيتال نهار الجمعه. في عنا دي جي ريسيتال ديني، ريسيتال ديني لانه مثل ما قلنا عبير نعمه. عبير نعمة. نعمه مبدئيا 80% مؤكد حضوره. من بعد ما نخلص الريسيتال بتبلش الاحتفالات الفنيه. في عنا بير فيستيفال وفي عنا دي جي وان مان شو نهار الجمعه. السبت في عنا اذا بدك القداس اللي بينعمل بالساحه الخارجيه ليساع العالم وزياح، وبينتهي بألعاب نارية، وبعدها بيطلع الفنان ناجي القسطى السبت 24 أيلول بيختتم المهرجان. لا، بعد ما نكمل اختتام المهرجان بيكون نهار الأحد. مزبوط. نحن 23 24 نهار السبت، 25 بتتحول الساحات كل ساحات بكيسين لإذا ما بدك فسحات كتير كبيرة لأنيماسيون لكل الأعمار، من الأعمار 5 سنين لأعمار 20 سنة، وبيصير في تشالنج داي، وبنختم الاحتفالات نهار الأحد ب 25 أيلول. أول سنة بيكون الاحتفالات بهالضخامة؟ لا لا، كل سنة الاحتفالات عم بتكون بهالضخامة، السنة أضيف عليها المدرج، يعني السنة أضيف عليها المدرج فقط لا غير، بس الاحتفالات ببكيسين كل سنة. بتبلش من هالقد بكير؟ كانت تبلش أول شيء بدورات رياضية وبعشاء كروي، السنة استبدلت بمناسبة الـ 55 سنة بالمدرج اللي بده يغني عليه وائل كفوري بثلاثة أيلول، بس الاحتفالات ضلت، يعني في ناس لنوصل المساج المعين، ضل الدات هو ذاته 24 أيلول عيد مرتقلة تقام الاحتفالات وكاسين فيستيفال بهالتاريخ، بس عم نحجز. قبل كانوا محصورين بهالدات لانه ما كان في مدرج تركيب وفك والى اخره، واحتفال بمناسبه ال 55 سنه، لانه نحن من هلا لخمس سنين لازم تتحول المهرجانات ببكيسين لانه بالجنوب لنقدر نوصل لانترناشونال فيستيفال، يعني نقدر نوصل لمهرجانات دوليه، وهيدا التفكير تبع اللجنه المنظمه. نعم. وانا بالاضافه لهيك بس بدي احب اشير لشغله، انا رئيس اكيد لجنه النشاطات ببلديه بكيسين، بس انا عضو بشباب وشابات بكيسين، في عنا لجنه منظمه حوالي 50 شخص، هن بيجتمعوا كل السنين وبيخططوا وبيعملوا بلون على خمس سنين شو بده ينعمل بالاحتفالات. يعني على المدى البعيد على المدى البعيد بتفكروا. نعم. عارفين هلا لسنه الجاي، عارفين لسنه الجاي شو في، وكل سنه عم نطور هالمهرجانات، بس عم بقول لك عم نضلنا لنحافظ على احتفالات معينه لبلده بكيسين، لانه بلده بكيسين اكيد جوال عيشتها لانه قريبه شويه بالمنطقه، هي بلده ساحره، يعني جمال طبيعتها كثير حلو، البيوت تبعها حلو، اهلها كثير طيبين، ساحاتها كثير طيبين، العالم لما تطلع لفوق بترتاح كثير ببكيسين، نحن عم نجرب تكون
هالصورة لنقشع فيها نحن حلوة بكيسين، نخلي الزائر واللي عم يطلع على المهرجان يشوف هالحلا والجمال ببكيسين بعيونه كمان. خلص داخل حديث عن بدل ما تقولي لنا بدل ما تقولي لنا شجعتوني انه نسمع لهجتنا ما تخلوني اتوتر. ما يخليني ان ما خليته نجوم الطول. يلا سوا سمعوني يلا فوق على العالي سمعوني الله ايه يلا. فإذا ناجي القصة ب 24 شهر بالاحتفالات اللي رح بتصير ببكاسين، خلينا نحكي شوي قديش الضيعة مؤهلة بأوتيلات تستقبل الزوار والسواح. نحن أول شغلة بكيسين هي كانت رائدة ببيوت الضيافة، يعني أهل الضيعة خصصوا بيوت ضيافة بأسعار رمزية كتير، يعني اللي بحبها لا رح نمرق الأرقام اللي بحب يتصل فينا ويحجز ببيوت الضيافة. وكان كمان أقمنا بحرش الصنوبر، أكبر حرش صنوبر مثمر بالشرق الأوسط هو حرش بكيسين. أقمنا هونيك مثل نوع من، ما رح أعطي الاسم أحسن ما يكون دعاية، أقمنا نوع من البنغالو بيوت خشبية لتتناسب مع الغابة، وكمان نقدر نستضيف فيها العالم اللي عم تتوجه من بيروت أو من المناطق البعيدة ليقضوا ويك أند. وأصبحت بمنطقة جزين وبقضاء جزين وبجهود الاتحاد بلديات جزين أصبح في عنا حوالي 5 أوتيلات مجهزين لكل الزائرين من كل لبنان. نحن عم نشوف فأذن التي في سي اللي شفناه بداية الحلقة. نعم. هيدي جمانة مدور هذيك السنة داخل الريسيتال اللي أقامته الشهير جمانة مدور هذيك السنة باحتفالة 2015. أوكي، وهي الساحة هيدي الساحة المديرة كان فيها المدرج، هودي المرقوا قبل شوي الخيام، هيدي المهرجانات الأطفال. هون بيصير ب 23 ب 24 25 أيلول راح تكون الساحات مثل ما هلا، بس اكيد كل سنه كارلوس من فوق كارلوس من جزين، وكمان بنوجه له تحيه لانه كارلوس هذيك السنه ساهم معنا مساهمه كثير فعاله بنجاح المهرجانات معنا. نعم، خلينا بس نقول كيف ممكن نوصل على منطقه بكيسين. بكيسين بيتوجهوا على صيدا، اكيد كل العالم تعرف صيدا. من بعد صيدا على بكيسين في حوالي 20 كيلومتر، يعني في عنا اوتوستراد بيوجهك من دغري مباشرة من صيدا على جزين. أول ما توصلي على الحرش سنوبر بكيسين بتدل على حالة. هلا بس قد وقت يعني تقريبا بدها من هون، انا نازل اليوم على شغلي. هلا كانت بكيسين. نعم، نحن شباب وشابات بكيسين بالويك اند بنكون موجودين، وبالصيف نتوجه كل يوم بتنزل وبتطلع على الشغل. كل يوم بننزل وبنطلع على الشغل. كيف بتقس هلا؟ مالنا ساعة نزلة بس اكثر بالعجقة في كثير ساعة نزلة، لأن ما في يعني عادة إذا ما في عجقة ساعة وقت. ساعة وقت 60 دقيقة. كيف هلا التأس بجزين؟ بلش الخريف بكير، بلش الخريف بكير، التأس حلو عم بيكون برود عشية كتير حلو، والمنطقة مثل ما قلتوا المنطقة مجهزة خاصة بكيسين بيقصدوها كتير العالم ليمشوا بطبيعتها الحلوة. وبطبيعة الحال يمكن مش بس أهالي المنطقة بيطلعوا، أكيد يمكن في كتير عالم في كتير عالم تتواجد ببكيسين بالويك إند. ما خاصة بالعشية ليلي هلا ما بيعرف بكيسين واول مره رح يطلع. وين اكثر الاماكن السياحيه اللي ممكن يزورها؟ الاماكن السياحيه في عندنا لنبلش، اذا ما نبلش دينيا شوي، في عندنا كاتدرال مرتقلة بكيسين، هي التحفه الفنيه والتحفه الدينيه الرائعه بمنطقه جزين وبالجنوب وبلبنان. وحرش الصنوبر، وفي عندنا حرش الصنوبر وفي عنا المشروع العيشية، هي التحفل العيشية هي توأم لبكيسين، يعني العيشية وبكيسين ضيعت العيشية ضيعت جوال شان عيشية خلينا أنا ما بعرف. لا هو جنوب عن جد بطبيعته كتير حلو وضيعه كتير حلوة، طبيعته حلوة كتير لجنوب. وانت قولي انت وعم نجرب
وعم نجرب نحافظ على الطبيعة بقد ما فينا، يعني ما نشوه الطبيعة. حرام، هذا جريمة إذا ترتكب بحق الجنوب، إذا الطبيعة الخلابة بجنوب انضقرت أو صار لشيء. طيب نحن بدنا نشكر حضورك معنا حبيب خوري، رئيس لجنة النشاطات ببلدة بكسين. بنسلم عليكم كلكم عن جد، برافو انه بعدكم حاطين براسكم ومعندين يعني على المهرجانات. انا بس جوال قبل ما بدي اخذ دقيقه من وقتكم، السنه كمان تنظيميا يشهد لشباب وشابات بكسين بالتنظيم والتحضير من زينه مداخل وكل شيء. السنه اضفنا على هالشيء اكثر تنظيم، يعني النقل ولما تتسكر الطرقات وكذا كمان. حددنا باركينج كتير كبير بيساع لحوالي 1000 سيارة موجود على مدخل الضيعة بعيد 500 متر عن الضيعة. ميني باص بتنقل العالم وبتضلها عطول المهرجانات بحفلة وائل عطول ماشي. وفي عنا كمان فاليت باركينج، في عنا سيكوريتي، ومنوجه كمان لقوى الأمن الداخلي يلي أقاموا خط دائري ببكيسين اتجاه سير واحد طوال المهرجان لمنع عرق الشغلة. وفي كذا شغلة، بس إذا حدا بده يتابع المهرجانات أو أرقام أو أو البرنامج تبع الاحتفالات اللي بتصير بكسين على طول، هي بفوت على الفيسبوك كسين فيليج أوفيشال بيج، الصفحة الرسمية. وفي عنا رقم هو 71-104-401-71-104-401، وفي عنا الرقم 07-800-046. اوكي، هدول كرمال بيوت الضيافة كمان بيقدروا يتصلوا على هول الأرقام. يلي بده انفورميشن عبكسين بيقدر يفوت على الفيسبوك، بيقدر يتصل على هول الأرقام. ونحن مستعدين نساهم وناطرينكم جوال، وجوال جوال ما بتعرف كيسين، جوال نصر هي من كيسين من العايشية ضيعة وحدة. نحن ناطرينكم يا بحفلة يا بحفلة وائل، يا بحفلة وائل كفوري، يا بحفلة 23 24 25 أيلول. اهلا وسهلا فيك حبيب خوري، رئيس لجنه النشاطات ببلديه بكسين. عقبال كمان ال 100 سنه واكثر، مش بس لازم لانه 55 يعني. ميرسي بوجودكم، نشكر التي في الفيوتشر تي في على الاستقبال وعلى عطول وكمان شغله لنلفت نظر المشاهدين ولكم، انه الوزير فرعون وزاره السياحه كانت داعم اساسي للسنه بال 55 سنه. لو ما منهم يمكن ما قدرنا، وسبونسر ما قدرنا اقمنا هالمهرجان بهالضخامه. نعم. اوكي، اهلا وسهلا فيك، يعطيكم العافيه. نحن رح نتابع حلقتنا وننتقل الى سينما متروبوليس سوفيل لنتابع العرض الخاص للفيلم نوكتورن ان بلاك للمخرج جيمي كيروز. هالفيلم مرشح لنيل جائزه اكاديمي اووردز من بين عدد كبير من الافلام. تقرير لماري تريز معلوف، منتابعه سوا. احفظوا الاسم منيح، جيمي كيروز، مخرج لبناني، مخرج واعد ممكن يحجز مكانة مهمة بعالم السينما اللبنانية والعالمية. انطلاقته مع فيلم قصير بعنوان نوكتورن ان بلاك يلي اليوم صار جيل على عدة مهرجانات، والأهم انه قدر يحجز مكانة وهو مرشح لنهائيات جوائز الأوسكار بالدورة 43 من Student Academy Awards. أول شيء بدأ أنا موسيقى، وكنت عم تابع مثل ما كلنا كنا عم تابع أخبار سوريا وآيسس وما آيسس وداش، وبس عرفت أنه الموسيقى انمنعت، أنه بالنسبة لإلي أنه هذا شيء مش منطق أبدا. لقيت أرتيكل، لقيت بجريدة وكان بيقول أنه بمخيم يرمو كان في زلمة عم بدق على البيانو وعم بجرب هيك يرجع يرد الأمل لهالحي والمنطقة الصغيرة اللي هو عايش فيها اسمه أيهم أحمد. وكتير استوحيت منه. 1749 فيلم مرشح ونحن وصلنا بين آخر سبعة. كتير انبسطنا عن جد، ما كان أبدا توقعت، وأنا كتير انبسطت للإكيب كمان. قصة محاولة الصمود والبقاء ملفتة ومؤثرة، تبعتها كاميرا مرهفة الإحساس من بطولة طارق يعقوب ومجموعة من الممثلين اللبنانيين. كثير بالأول كان في كثير حكي، كنا عم نشتغل كاركتر أناليسيس، يعني نعمل تحليل للشخصية وبنيناه من صفر، يعني كيف بلش حياته وكيف ليه صار
بهذا المحل صار داعش او يعني المسؤول بهذا المحل. لالي كنت كثير محمس لانه كان عبالي هيك العب دور الشخص الشرير يعني شوي كان عبالي هيك روح بهذا الاتجاه. هو من خيم يرموك كان هاي الباك جراوند تبعه فلسطيني. انا جربت اعمله تناقشنا انا وجميع انه نعمله هو من سوريا فيكون حتى عنده هاي اللهجه اللي هي ما تكون تبين مع حدا او ضد حدا بس عملته نيوترال هو خاصه بالموسيقى لانه هي الموسيقى هون الهدف انه الموسيقى ضد الحرب ضد انه غير عالم. نحن انبسطنا بالست وبس انه كثير تاثرنا انه كيف صاروا هن انه كيف بيعيشوا بوار وكل شيء. تم عرض الفيلم داخل سينما متروبوليس صوفيل الاشرفيه بعرض خاص ونحن بانتظار نتائج الاكاديمي اووردز ب 22 ايلول القادم. نتابع حلقتنا مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية منى جبور. أهلا وسهلا فيك منى. رح نحكي عن معرض جديد لقلك عم بتحضري له، رح يتم افتتاحه ب 26 الشهر بيكون نهار جمعة بوزارة السياحة. أستاذة زروجي شو بك؟ أنا أنت عم تضحك. قصته للمعرض قصة مهضومة كنت عم تخبرينا عنها تحت الهواء. شو سميتيه وليش؟ يلا خبرينا. أوكي تنرجع نخبر. سميته تكملة بكل بساطة لأنه هو تكملة عن أفكار وأعمال بلشتها من زمان، وهلا في اكيد تغييرات جديده وفي صله وصل بين القديم وبين الجديد. هلا على الهوا عم يمرقوا اشياء كثير قديمه عم بيمرقوا بعد هلا بعد شوي. اوكي سو انه فكره المعرض هو تكمله عن مسيرتي الفنيه الذاتيه اللي بلشت 24 سنه بتعلمي صح؟ مزبوط. بنفس الوقت بترسمي مزبوط. وهلا الساعه 10 عندك اول اجتماع للسنه الجديده. من هيك معجوقه شوي بخبر لانه نحن عرفنا عنك بهالخمس دقائق اللي قعدتيها قبل الهوا كل شيء. عرفنا عنك كل شيء، سكادو امبارح والبنت يلي اجت وكنت كثير كثير معصبه، واليوم شو عندك نشاطات بقى من بيناتهم رح نحكي عن المعرض هلا. اوكي المعرض كم لوحه بيتضمن وهدول من اللوحات الجديده اللي رح نشوفها؟ لا هون على اليو اس بي في قديم وجديد. اوكي بس في منهم كثير قديمين وفي منهم جداد مخلوطين لانه هو التكمله طلبتوا مني نماذج عن اعمالي السابقه بس يعني مختلفين كثير مختلفين الستيل تبعك مختلفين مختلف. في بس في مثلا هذا فيها فينيقيين ولا اوكي قديمه او جديده؟ لا هي جديده هي قديمه شوي هي عن السياسه توك اسمها كيف انه الحوار اهميه الحوار وعدم الحوار هي عن الهويه هو اللي كلهم قصائص من هويات فوتوكوبي وعن انه مش كله رسم في اوقات بتعملي كولاج او شيء كثير كولاج هيدا عن العمار عمار دمار في كثير هيدي البنايات والورد الفيوتشر والهوب طيب هلا العالم بتشوف اللوحات خلينا بس نخبر عنك انت ايمتى بلشت ترسمي صار لك زمان؟ انا برسم من انا وصغيره يعني عندي هوايه من انا وصغيره بعدين قررت ادرس فن تشكيلي بعدين اجاني منحه رحت فيها على امريكا 3 سنين عملت ماجستير فنون جميله بنيويورك واكيد كل المطارح يلي رحتي لها اثرت فيك بشكل او باخر من هيك يمكن نشوف ستيل مختلف بين كل لوحه ولوحه هلا اكيد الفنان اذا ما عنده احساس يتاثر بالاشياء اللي حواليه ما يعني وين شو هذا بالصين مثلا رحت على الصين ورسمت البنيات وال يعني كل ما سافر رحت على تونس رسمت بروح على سبين رسمت وكل مطرح باثر بشكل معين ترسمي كمان مشاهد من البلد صوره يمكن بتشوفيها قدامك بتنقليها الرسم اكثر من ما هو يعني انه كون عم بعمل سكتشات مثلا او هيك شيء يعني بس في تجريد هو اللي كان لمعرض الرقص بجاليري بجلال الديب كان موضوع رقص استعملت الدبكه هيدي بال 2006 ما بعرف قد ايه 5 7 عملنا موضوع دبكه ورقص وهيدا ويعني في تعدديات بالمواضيع
يعني ما انا ما بعلق على موضوع واحد بس أوكي. اهميته هذا المعرض انه في هون رموز اركيولوجيه اللي كمان مدموجه مع الورده لانه كمان عملت معرض فيه ورود. هلا عم نحكي عن المعرض اللي رح بيصير ب 26 شهر مزبوط اوكي مزبوط. خلينا شوي منى نحكي عن المعرض يلي شاركتي فيه بايطاليا، كنتوا عدد من الفنانين وقدامك كثير غراض هيدي فاذا البروشور الخاصه بالمعرض اللي بيصير ب 26 شهر بالقاعه الزجاجيه وزاره السياحه بالحمراء اوكي بالمعرض اي تفضلي سوري سلام بلشي. هلا هذا المعرض اهميته كان معرض جماعي اي معرض لايطاليا بالبندقيه وكان هون هيدي الصوره هيدي الست اللي كتبت المقاله اسمها نادية دلازاري هي جورناليست تلينيه سابقا هي كمان فنانه لا لا هي صحفيه اوكي ثاقبت مير قدام جاليري وقت الافتتاح اوكي سو هي بيتها قريب لهنيك وفاتت قالت لي انا بحب لبنان انا زايره لبنان بزمانات لبنان بلد رائع ودغري خبرتنا عن مشروع ديزاينيو ابيوماني اللي هو مشروع للولاد من الطوائف المونوثيستيك يعني جويش كريستيان ومسلم يهوديه ومسيحيه واسلام اها للسلام بالعالم انه أوكي. كيف من الولد بيعلمه انه يشيله الكراهيه ويكون في منفتحين لانه الفن لغه لكل الناس وانه من خلال الفن بيعبروا عن العالم فاذا هي صحفيه ثاقبت موجوده نهار افتتاح المعرض انتم 16 شخص 15 سيده وشاب واحد فنان واحد ايه مزبوط ايه مزبوط حبت انه تفوتنا بالمشروع تبعها لانه أوكي. هن كثير خايفين هلا من التيروريزم قالت لي نحن خوفنا الاولي هلا بايطاليا باوروبا هو الارهاب بقى قسمته معرضنا مساج دو بي واجا كريتيك كثير مهم تليان كان استاذ بجامعه قال انه اهميه الكولابوريشن بين الحضارات بالفن لا يعلى عليها لانه هي كمان طريقه وسيله خلينا نرجع لسبب تواجدكم بايطاليا انتوا كنتوا بمعرض جماعي كالتشرال تريب اوكي ورحنا كمان حضرنا فيها شيء كثير مهم هو البيانال اوف اركيتكتشر يلي هي كثير مهم خاصة للبنان انه يصير في وعي اذا بتحبوا تمام هي شو البينال هي البينال اوف اركيتكتشر يلي هي كل الاشياء الحديثة اللي عم بتصير بالهندسة اليوم وبيهتموا بالبيئة مواضيع المي والطاقة الشمسية والتلوث وبيستضيفوا فنانين مهندسين من كل العالم وهالسنة واحد من تشيلي عرفنا هو الكوريتور تشوفوا كيف أحسن طرق يتأقلموا مع مشاكل العالم بالسكن اليوم خاصة عبواب حروب كبيرة طيب قد ايه المواضيع بتأثر بالفن؟ هو مواضيع كتير بتأثر لأنه الفنان أول إنسان اللي بيتحسس التيارات التغييرات اللي عم بتصير بالعالم الفنان أول ناس بيتأثروا بيلقطوا يمكن بيلقطوا وخاصة بإيطاليا وبأوروبا في كتير توعية على مشاكل العالم اليوم مشاكل أوروبا مشاكل تركيا وسوريا والعراق وهيك أهمية الهندسة للمستقبل بيفكروا كيف الكرة الأرضية عم تتطور بكثافة سكانية وين هالرفيجيز كلهم وقت اللي قلنا لهم أنه نحن تقريبا نص البوبوليشن تبع لبنان اللي هو بلد يعتبر كتير صغير نص الرفيجيز ما صدقوا مش كلهم عندهم وعي بمشاكل مزبوط على عم بيصير ايه بمشاكل العالم وأخذوا مبادرتنا الشخصية أنه نحن 16 فنان رحنا عرضنا نحن منا كان الإعلام منا أخذوها بطريقة كتير حلوة وحبوا يعزمونا نشارك كمان معهم مشان هيك رحتوا هيدي هي القصة هاي هي القصة هلا ثاقبت أنا بعد ما رحت على إيطاليا رجعت على كريت على جزيرة باليونان وكتير تأثرت كمان بالفن في سمول فايل إذا بتفتحها فيها صور من كريت
اوكي هلا رح نجرب لانه بطل في وقت عنا كثير وقت. نعم. تاثير الحضارات القديمه، كان في حضاره كثير قديمه من 4000 سنه ما كان فيها حروب وكان فيها كثير يعني تكنولوجيا مهمه بالنسبه للسكن، وتعرفت على فن كثير رائع اللي بعدين زالت الحضاره تبعيتهم. اوكي سو كان كثير حلو هالاختبار انه نشوف بالشرق الابيض المتوسط كمان التواصل بالفن وبالتيارات الفنيه بين المصاروي والمتوسطين والفينيقيه وهذا، انه كان في شيء كثير حلو اكتشفته بكنوس. منى نحن بنذكر انه ب 26 شهر رح يكون عندك معرض اسمه كونتينيود بالقاعه الزجاجيه، معرض وزاره السياحه بالحمراء. بنشكر حضورك معنا، وسوري خلص الوقت ما فينا كثير نحكي، كانت كثير مهضومه المقابله بتعقد انت وكثير مهضوم. قبل ما نختم بس مع تقرير رياضي بدنا نحط مشاهد من حفله وائل كفوري اللي صارت امبارح بمهرجان اهمج، وائل يلي غنى كثير من ريبرتواره القديم والجديد. بدي اذكر انه وائل هو، خلينا نسمع قبل ما اذكر شيء. ناس متلافة عجبوه، احنا وياهم نموت، مين بيعرف شو المكتوب؟ من مهرجانات اهمج امبارح اختتم الفنان وائل كفوري مهرجان اهمج يلي امتد على مدى 4 ايام بالافتتاح ملحم زين، باليوم الثاني جوزيف عطيه مايا دياب، نهار السبت استقبل المهرجان الفنان وائل جسار، وامبارح الاحد اختتم المهرجان فعاليته مع وائل كفوري يلي غنى. هو محطه سنويه وائل، مزبوط وائل كل سنه بيكون موجود بمهرجانات اهمج، وذلك كيف بقولوا يمكن نزولا عند رغبة الجمهور يلي بيطالب فيه كل سنة. عدد كتير كبير من الأغاني غناهم، من بيناتهم تعلى وتتعمر يا دار، ردوا يا هوا لعندي، طالت فينا الليالي، قولك غلط وغيرها. منرجع نسمع مشهد جديد. عسكت ودعتي لحكيت ولسمعتك، قبل ما اشيلك من قلبي عقلبي رجعتي، انتي قدري وما في يهرب من قدري، انتي نظري وما بقدر انا اخسر نظري، مثل السكين يا قلبي غسلت دمعتي. فاذا هيدي كانت اجواء مهرجان اهمج امبارح. بالختام بذكركم انه اخبار صباح ولو بكاميرا التليفون بتجرب تنقل اجواء المهرجانات وين ما كانوا، ومن هلا لاخر ايلول عم بضل في مهرجانات، بقى نحن بنذكر بابرز محطات تباعا بحلقاتنا. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بكره اكيد بنشوفكم بتمام الساعه 7:30. باي.